السلام عليكم يا أبطال، أهلا وسهلا التلاميذ الحلوين. درسنا لهذا اليوم إن شاء الله الدرس الخامس من الفصل الأول، معكم معلمة المادة طيبة علاء الدين من مدرسة القيم الابتدائية النموذجية الأهلية. موضوع درسنا لهذا اليوم يا أبطال العدد الفردي والعدد الزوجي، لكن يا أبطال قبل أن نبدأ بدرسنا لهذا اليوم علينا مراجعة الدرس السابق وهو قراءة وكتابة العدد بالكلمات والأرقام. الآن لدي أكتب العدد بالأرقام، مكتوب العدد بالكلمات والمطلوب من عندي كتابته بالأرقام. 294، 294 أبدأ بكتابته من المئات ثم الآحاد فالعشرات. 294، لدينا أيضا 134 أبدأ بكتابته من المئات ثم الآحاد فالعشرات. الصورة اللي أمامنا تلميذ في الصف الثاني ذهب في رحلة مدرسية إلى مدينة الألعاب. لاحظ التلميذ قطار الألعاب مكون من عدة عربات ملونة باللون الأصفر والأخضر، لكن ما جذب انتباه التلميذ هو أن العربات الملونة باللون الأصفر مكتوب عليها الأعداد 1، 3، 5، 7، 9، أما العربات الملونة باللون الأخضر مكتوب عليها الأعداد 2، 4، 6، 8. سأل التلميذ والدته: لماذا يا أمي هذه العربات ملونة باللون الأصفر وهذه العربات ملونة باللون الأخضر؟ فأجابته الأم: إن هذه الأعداد يا ولدي أعداد فردية وزوجية. فكرة درسنا لهذا اليوم يا أبطال أتعرف على الأعداد الفردية والأعداد الزوجية. مفرداتنا الجديدة العدد الفردي والعدد الزوجي. الآن للتوضيح لدي تلميذان في الصف الثاني الابتدائي ولدي مجموعة من الأطباق مملوءة بالبرتقال. الطبق الأول يحتوي على برتقالتان، سوف أقوم بتوزيعها بالتساوي بين التلميذة والتلميذ. انظر، كم تبقى لدي في الطبق؟ لم يتبقى لدي شيء، إذن 2 هو عدد زوجي. لدي طبق آخر مكون من 4 برتقالات، سوف أقوم بتقسيمها وتوزيعها بالتساوي بين التلميذ والتلميذة. انظر، 2 للتلميذة و2 للتلميذ. ماذا تبقى لدي في الطبق؟ لم يتبقى لدي منه شيء، إذن 4 هو عدد زوجي. الآن لدي الطبق فيه 6 برتقالات، سوف أقوم بتوزيعها بين التلميذة والتلميذ. 3 للتلميذة و3 للتلميذ. كم تبقى لدي في الطبق؟ لم يتبقى لدي منه شيء، إذن 6 عدد زوجي. الآن لدي طبق فيه 8 برتقالات، سوف أقوم بتوزيعها بالتساوي بين التلميذة والتلميذ. 4 للتلميذة و4 للتلميذ. كم تبقى لدي في الطبق؟ لم يتبقى لدي منه شيء، إذن 8 هو عدد زوجي. الآن لدي مجموعة من الأطباق مملوءة بالبرتقال أيضا. الطبق الأول فيه برتقالة واحدة، سوف أقوم بتوزيعها للتلاميذ. أعطيتها فقط إلى التلميذة، أي بينما التلميذ لم يأخذ منها شيء، إذن العدد 1 هو عدد فردي. لدي الطبق الآخر فيه 3 برتقالات، سوف أقوم بتوزيعها بين التلميذ والتلميذة بالتساوي
للتلميذة وأعطيت برتقالة للتلميذ، كم متبقي منه؟ واحدة. إذن العدد 3 هو عدد فردي. الآن لدي طبق فيه 5 برتقالات، سوف أقوم بتوزيعها بالتساوي بين التلميذة والتلميذ، برتقالتان للتلميذة وبرتقالتان للتلميذ، تبقى لي منه برتقالة واحدة، إذن العدد 5 هو عدد فردي. الآن لدي طبق فيه 7 برتقالات، سوف أقوم بتوزيعها 3 للتلميذة و3 للتلميذ، كم تبقى لدي؟ برتقالة واحدة، إذن 7 هو عدد فردي، يعني تبقى من أثناء توزيعها بالتساوي تبقى منها واحدة، إذن 7 هو عدد فردي. لدي طبق فيه 9 برتقالات، سوف أقوم بتوزيعها بين التلميذة والتلميذ، 4 للتلميذة و4 للتلميذ، تبقت منه واحدة، إذن العدد 9 هو عدد فردي. فقرة يا أتعلم يا أبطالي وضح لنا إن الأعداد الفردية لا أستطيع أن أكون منها أزواجاً، العدد 1 لا أستطيع أن أكون منه زوجاً، بينما العدد 2 أستطيع أن أكون منه زوجاً، إذن العدد 2 زوجي. العدد 3 أستطيع أن أكون زوجاً منه، لكن تبقى ويبقى 1 لا أستطيع أن أكون منه زوجاً، إذا عدد 3 هو فردي. العدد 4 أستطيع أن أكون منه زوجان، إذن العدد 4 هو عدد زوجي. العدد 5 أستطيع أن أكون منه زوجان، لكن يتبقى لي منه 1، إذن العدد 5 هو عدد فردي. العدد 6 أستطيع أن أكون منه 3 أزواج، لا يتبقى لي شيء، إذن 6 هو عدد زوجي. العدد 7 أستطيع أن أكون منه 3 أزواج، لكن يتبقى لي منه 1، إذن العدد 7 هو عدد فردي. العدد 8 أستطيع أن أكون منه 4 أزواج، ولم يتبقى لي منه شيء، إذن 8 هو عدد زوجي. 9 أستطيع أن أكون منه 4 أزواج، ويتبقى لي منه 1، إذن 9 هو عدد فردي. يسمى العدد الذي أستطيع أن أكون منه أزواجاً عدداً زوجياً، وآحاد العدد الزوجي دائماً 0، 2، 4، 6، 8. العدد الذي لا أستطيع أن أكون منه أزواجاً عدداً فردياً، وآحاد العدد الفردي دائماً 1، و3، و5، و7، و9. كيف أعرف العدد المكون من مرتبتان أو 3 مراتب هو عدد زوجي أم فردي؟ تعلمنا أن الأعداد الزوجية 0، 2، 4، 6، 8، والأعداد الفردية 1، 3، 5، 7، 9. طيب إذا كان العدد مكون من 3 مراتب أو مرتبتان، كيف أتعرف للعدد إذا كان زوجي أم فردي؟ انظر إلى آحاد العدد. إذا كان آحاد العدد زوجي، فإن العدد زوجي. لدينا العدد 128، آحاده 8، هل 8 زوجي أم فردي؟ قمت بتوزيع كرات بين التلميذة وأخا التلميذ، انظر، لدي 8 كرات، سوف أقوم بتوزيعها، أعطيت كرة للتلميذة والتلميذ، قمت بتوزيعها بالتساوي. 8 كرات، هل تبقى لي من الكرات 8 كرة؟ لم تتبقى لي منه شيء، إذن 8 هو عدد زوجي. العدد 59 عدد فردي أم زوجي يا أبطالي؟ انظر إلى آحاد العدد، 9، 9 زوجي أم فردي؟
أي أنا تعرف إلى ذلك، قمت بتوزيع كرات، 9 كرات بين التلميذ والتلميذة. انظر، قمت بتوزيع كرات بين التلاميذ متساوي، لكن تبقت لي منه كرة واحدة. إذن 9 هو عدد فردي، لذلك فالعدد 59 هو عدد فردي. الآن لدينا فقرة أتأكد. أضع دائرة حول العدد الزوجي. 6 عدد زوجي، 19. كيف أعرف ذلك زوجي أم فردي؟ أنظر إلى آحاده. 9 هو عدد فردي، إذن 19 عدد فردي. 44 هو عدد زوجي، لأن آحاده 4، و4 من الأعداد الزوجية. 117 آحاد العدد 7، 7 من الأعداد الفردية، إذن 117 هو عدد فردي. 159 آحاد العدد 9، 9 من الأعداد الفردية، إذن 159 هو عدد فردي. 200، انظر إلى آحاد العدد 0، إذن 200 هو عدد زوجي. 215، انظر إلى آحاد العدد 5، 5 من الأعداد الفردية، إذن 115 هو عدد فردي. الآن أضع مربع حول العدد الفردي. 3 عدد فردي. 14، انظر إلى الآحاد 4، 4 من الأعداد الزوجية، إذن 14 عدد زوجي. 33، آحادها 3، إذن 33 عدد فردي. 96، انظر إلى آحاد العدد 6، 6 من الأعداد الزوجية، إذن 96 عدد زوجي. 115، انظر إلى آحاد العدد 5، 5 من الأعداد الفردية، إذن 115 عدد فردي. 210، انظر إلى آحاده 0، 0 من الأعداد الزوجية، إذن 210 عدد زوجي. 337، انظر إلى آحاده 7، 7 من الأعداد الفردية، إذن 337 هو عدد فردي. أكتب الأعداد الزوجية المحصورة بين 9 و27. 10 لأن آحادها 0، والصفر عدد زوجي. 11 فردي. 12 زوجي. 13 فردي، إذا نكتب 14 زوجي. 15 فردي. 16 زوجي. 17 فردي. 18 زوجي. 19 فردي، بينما 20 زوجي. 21 فردي. 22 زوجي. 23 فردي. 24 زوجي. 25 فردي. 26 زوجي. جميع هذه الأعداد آحادها زوجية. العدد اللي آحاده زوجي يكون العدد زوجي. الآن أكتب الأعداد الفردية المحصورة بين 16 و38. 17 فردي. 18 زوجي لأن آحاده 8. 19 فردي. 20 زوجي. 21 فردي. 22 زوجي. 23 فردي. 24 زوجي. 25 فردي. 26 زوجي. 27 فردي. 28 زوجي. 29 فردي. 30 زوجي. 31 فردي. 32 زوجي. 33 فردي. 34 زوجي. 35 فردي. 36 زوجي. 37 فردي. الآن فقرة أتحدث. هل العدد 196 زوجي أو فردي؟ كيف عرفت ذلك؟
انظر إلى آحاد العدد، كم آحاده؟ ستة. ستة من الأعداد الزوجية أم الفردية؟ ستة من الأعداد الزوجية، لذلك فالعدد 196 زوجي، لأن آحاد العدد 196 ستة، والعدد ستة زوجي، لذلك العدد 196 هو عدد زوجي. فقرة أحل، أضع دائرة حول العدد الزوجي. 4 زوجي أم فردي؟ 4 زوجي. 17 فردي لأن آحاده 7. 38 زوجي، آحاده 8. 105 آحاده من الأعداد الفردية، إذن 105 فردي. 245 فردي لأن آحاده 5 و5 من الأعداد الفردية. 300 آحاده 0، 0 من الأعداد الزوجية، إذن 300 زوجي. 416 آحاده 6، 6 من الأعداد الزوجية، إذن 416 زوجي. أضع مربع حول العدد الفردي. 7 عدد فردي. 11 فردي أم زوجي؟ فردي لأن آحاد العدد 11 واحد، وواحد من الأعداد الفردية. 22 عدد زوجي لأن آحاده 2. 27 زوجي أم فردي؟ فردي لأن آحاده 7. 96 زوجي أم فردي؟ زوجي لأن آحاده 6. 172 زوجي أم فردي؟ زوجي لأن آحاده 2 و2 من الأعداد الزوجية. 660 زوجي أم فردي؟ زوجي لأن آحاده 0 و0 من الأعداد الزوجية. أكتب الأعداد الزوجية المحصورة بين 35 و49، الأعداد الزوجية 36 زوجي، 37 فردي، 38 زوجي، 39 فردي، 40 زوجي، 41 فردي لأن آحاده 1، 42 زوجي، 43 فردي، 44 زوجي، 45 فردي، 46 زوجي، 47 فردي لأن آحاده 7، 48 زوجي. الآن أكتب الأعداد الفردية المحصورة بين 62 و78، 63 فردي، 64 زوجي، 65 فردي، 66 زوجي، 67 فردي، 68 زوجي، 69 فردي، 70 زوجي، 71 فردي، 72 زوجي، 73 فردي، 74 زوجي، 75 فردي، 76 زوجي، 77 فردي. هذه الأعداد فردية لأن آحادها عدد فردي، والأعداد الفردية هي 1، 3، 5، 7، 9. الآن لدي مجموعة من البطاقات، أحتاج أن أكون أعداد زوجية باستعمال البطاقات وأعداد فردية. البطاقات هي 4، 7، 1. ماذا أفعل بالأعداد الفردية؟ كيف أعرف الأعداد الفردية؟ ألاحظ أن آحاد العدد الفردي يكون فردي، إذن أقوم بوضع العدد 7 في الآحاد مرة. 471 وضعت العدد 1، وأيضا 417 وضعت العدد 7 في الآحاد مرة. 147، 741. بالنسبة للأعداد الزوجية، أضع العدد 4 في الآحاد 174، سبعمائة وأربعة عشر. دائما يكون العدد الفردي آحاده فردي،
والعدد الزوجي أحاده من الأعداد الزوجية. وكم من نمط الأعداد الفردية؟ 115. ماذا يأتي بعدها؟ 116. 116 من الأعداد الزوجية، إذن بعدها 117. بعد 117 118. 118 أحادها 8 من الأعداد الزوجية، إذن 119 يأتي بعدها 120. 120 صفر من الأعداد الزوجية، إذن بعدها 121. بعدها 122. 122 من الأعداد الزوجية، بعدها 123 من الأعداد الفردية لأن آحادها 3. الآن المطلوب كتابة الأعداد الفردية والزوجية بين 45 و59. أقوم بكتابة الأعداد الزوجية. هذه هي الأعداد الزوجية بالنسبة للأعداد الفردية. المطلوب مني كتابة الأعداد 401، 402، 403، 404، 405، 406، 407، 408، 409، 410، 411، 412، 413، 414 إلى العدد 500 يا أبطالي. إلى هنا انتهى درسنا يا أبطال. شكرا لحضوركم وشكرا لاستماعكم. معكم معلمة المادة طيبة علاء الدين من مدرسة القيم الابتدائية النموذجية الأهلية.